إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنبقى مع تفسير الآية 275 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية هي بداية لآيات تتحدث في الربا وخطورته وحكمه، وقد جاءت هذه الآيات إثر تلكم الآيات التي كانت تتحدث في الإنفاق وفضله والأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين في سبيله. والمناسبة بين تلكم الآيات وهذه الآيات التي افتتحت بهذه الآية الكريمة ما بين الأمرين من التضاد، فإن الإنفاق هو أن يدفع الإنسان جزءاً من ماله من غير أن يأخذ عليه عوضاً في هذه الدنيا، بينما الربا هو أخذ جزء من مال الغير من غير أن يكون ذلك في مقابل شيء. وقد يتبادر بادئ ذي بدء، كان من المناسب أن تذكر آيات الربا قبل أن تذكر آيات الإنفاق، ذلك لأنه من المعلوم أنه مما شاع في أوساط أهل التربية النفسية الإيمانية أن التخلي قبل التحلي، والله سبحانه وتعالى لا يقبل صدقة إلا مما كان طيبا، وليس في الربا شيء من الطيب قط. فالمنفق ماله في سبيل الله يجب أن يكون ماله بعيدا عن جميع الشوائب التي تشوب صفاء الطيب الذي يجب أن يكون متصفاً به المال المنفق منه. ولم أجد أحداً من المفسرين من تعرض لهذا، والذي يتبادرني أنه إنما كان الأمر بخلاف ذلك لما في الإنفاق من التربية النفسية الإيمانية، فإن الإنفاق يفجر في نفس المنفق مشاعر الرحمة، ويقيم العلاقة الطيبة بين الإنسان والإنسان على أساس الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يحفز الإنسان إلى أن يمتثل حكم الله سبحانه وتعالى في التوقي من هذه الشوائب التي تجعل المال غير طيب. فالإنفاق إذن هو الذي يجعل الإنسان يتوقع الربا،
لأن شهوة المال كما ذكرنا أكثر من مرة هي شهوة عارمة، وعندما تستولي على النفس تستحكم وتتغلغل في أعماقها ويعسر علاجها ويتعذر استئصالها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيما فرضه على عباده من الإنفاق المنظم وغير المنظم وفيما دعاهم إليه من مطلق الصدقات المندوبة ما يعالج هذه الشهوة ويوقي صاحب هذا الإنفاق من شرورها ويجنبه آثارها السيئة، فهو إذن يبادر إلى التوقي من كل المهالك التي تدفعه إليها هذه الشهوة العارمة في النفس بسبب ضعفها لقوة الآثار التي يتركها الإنفاق في نفسه. والربا داء أضل ووباء فتاك لا يستأصل القيم الإيمانية فقط، وإنما هو من أسباب الإضرار بالناس في الناحية الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية وغيرها. هو سرطان يفتك بالحياة الإنسانية فتكا، وهو أمر كان متعارفا عليه فيما قبل، فقد كان الربا مشهورا عند الكلدانيين وعند السامريين وعند البابليين وقدماء المصريين، كما أنه وجد أيضا في أهل الكتاب، مع أن شرائع الله سبحانه وتعالى التي تنزلت على أنبيائه اتفقت جميعا على تحريم الربا والتحذير منه وبيان سوء مغبته، ولكن اليهود اجترأوا على انتهاك حرم الله سبحانه وتعالى، وكان الربا فيما بينهم وبين غيرهم بناء على القاعدة التي اصطنعوها من خلال ما نشره فيما بينهم أحبارهم من قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، فكانوا يستحلون أكل أموال غيرهم بأي حيلة من الحيل، ولذلك كانوا يتعاملون بالربا مع غيرهم. والله سبحانه وتعالى بيّن أنهم يأخذون الربا مع أنهم نهوا عنه، وكذلك النصارى اجترأوا على التعامل بالربا وزادوا على اليهود إذ استباحوا التعامل به فيما بينهم كما استباحوه فيما بينهم وبين غيرهم. وقد كان الربا موجودا في جميع الأنظمة الاحتكارية الجاهلية التي نضبت منها ينابيع الرحمة، فهي أنظمة استبدادية استغلالية تنتهز الفرصة من أجل الاستكثار من المال بأي طريق كان. وقد وجد الربا في عالم الغرب النصراني عندما كان الغرب نصرانيا، واستمر كذلك حتى انفجرت الثورة الصناعية الكبرى في الغرب. وفي هذه الحالة توغل هذا النظام أكثر فأكثر، ووجدت المصارف الربوية أو البيوت، بيوت المال التي بني نظامها على أساس الاحتكار وعلى أساس الربا، ووجد النظام الرأسمالي الرهيب، وتعامل الناس بالربا واستغل الواجد للفاقد استغلالا خطيرا، حتى أصبح المحتاج عرضة لأن يتلف ماله عندما يأخذ الشيء الذي يسد رمقه ويقضي ضرورة حاجته بسبب الاستغلال البشع. وهذا أمر أدرك خطورته من أدرك،
من الغربيين قبل أن تنفجر الثورات الاشتراكية الشيوعية في ذلكم العالم المادي. ومن بين هؤلاء الفيلسوف الروسي المشهور تولستوي الذي أدت به نقمته على الأوضاع التي كانت في روسيا القيصرية إلى الهجرة عن الناس واعتزالهم رأساً، وذلك بعد أن ألف ما ألف وكتب ما كتب من دعوته إلى الإصلاح، ومن بين ما كتبه كتابه الذي كان عنوانه ما العمل، والذي ذكر فيه أن العالم الغربي استطاع أن يحرر الناس من نظام الرق، ولكنه لم يستطع أن يحرر الشعوب من نير الدينار، وأدى الأمر إلى الانفجار المرتقب. فكان النظام الشيوعي الرهيب الذي التهم الأخضر واليابس وقضى على الطارف والتليد من أموال الناس وجعل الناس أرقاء للنظام، فلم تكن لأي فرد من الأفراد حرية فيما يملك ولا في أي شيء. فذلكم النظام الرأسمالي الجائر انفجر عن هذا النظام المعاكس الذي تصوره الناس بأنه فردوس منشود، وظلوا يلهثون وراءه. وقد أسفر هذا النظام الجديد عن الإفلاس، وأصبح الآن كما تعلمون نظاماً رجعياً بعدما كان نظاماً تقدمياً في أذهان الناس. والإسلام دين الله الحق جاء ليعالج هذه المشكلة من أساسها، ولكن هذا العلاج علاج جذري وليس هو بعلاج سطحي، فهو يتناول المشكلة من أساسها. ولذلك يختلف النظام المالي في الإسلام عن النظام الربوي تمام الاختلاف، فلا يمكن أن يلتقي معه لا في المبدأ ولا في الغاية. فالإسلام قبل كل شيء منهجه يقوم على أساس أن الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، فما من ذرة في هذا الكون إلا وهي مملوكة لله عز وجل. ويقيم الإسلام نظامه على أساس أن الإنسان كرمه الله تعالى تكريماً واصطفاه من بين خلقه من أجل حمل أمانته، فجعله خليفة في هذه الأرض، ولذلك مكنه من منافع الأرض جميعاً، ومكنه من منافع الكون من حول الأرض. ولكنه مع هذا التمكين إنما فرض عليه أن يكون عمله في حدود الخلافة بحيث لا يتجاوزها. والخلافة تعني أن يكون الخليفة عاملاً بمقتضى منهج من استخلفه. والإسلام يقيم منهجه على أساس أن الكون بأسره هو مملكة الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه سن لهذا الكون سننا، وجعل له نواميس تحكمه وضوابط تقيده، وأن الأرض التي هي مباءة للإنسان وقرار هي جزء من هذه المملكة، وأن هذا الجزء متصل تمام الاتصال بسائر الأجزاء من خلال هذه النواميس الطبيعية التي سنها الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي استخلف في هذه الأرض يجب أن يتلقى عن الله، وأن تكون جميع حركاته وجميع سكناته مضبوطة
بضوابط الحق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان وإن كان حراً طليقاً في التملك، إلا أنه ليس له أن يتصرف كما يملي عليه هواه، وإنما هذه الحرية مقيدة بقيود كثيرة، فهو إنما يتصرف في مال الله وبإذن الله بحسب ما أذن به الله تبارك وتعالى. ومن أجل ذلك كان هذا الإنسان مسؤولاً عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأنه في الحقيقة مال الله، وما الإنسان إلا مستخلف فيه ومؤتمن عليه. فلذلك كانت ضوابط الإسلام في تقييد حرية الإنسان ضوابط متقنة دقيقة، والإسلام في كل ذلك إنما يغرس الرحمة في النفوس الإنسانية، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ولذلك يريد من عباده الرحمة. ومن أجل ذلك شرع ما شرع من الأحكام التي تتلاءم مع هذه الرحمة التي يريدها الله عز وجل. والإسلام بجانب إعطاء الإنسان الفرصة في أن يستمتع وينتفع بهذه الكائنات المنبثة في هذا الكون، فإنه يقيد ذلك بأن يكون في حدود الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لا تقتير ولا تبذير. وهذا واضح من قول الله سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإسلام لا يرعى مصلحة الفرد على حساب الأمة، كما أنه لا يذيب الفرد ذوبانا في هذه الأمة، بينما النظام الاشتراكي يذيب الفرد ذوبانا في الأمة، والنظام الرأسمالي لا يرعى للأمة أي حق ولا يحسب لها أي حساب، فللفرد أن يستمتع على حساب الجماهير ولو كان ذلك على حساب الملايين. والإسلام في كل شيء يدعو إلى الإيثار، بينما النظام الرأسمالي يفتح المجال واسعاً من أجل الاستيثار. فمن هنا يأتي التباين بين النظام المالي الإسلامي والنظام الربوي الرأسمالي الذي يقوم على الاستئثار والجشع والرغبة في الاستكثار من الكنوز ولو كان ذلك على حساب الجماهير. فما على هذا الفرد الذي يتنعم بهذه الكنوز وينتفع بهذا المال من حالة الجماهير الكادحة واصطلائها أوارى لأواء هذه الحياة، ما دام هذا الفرد يستكثر ويجمع الكثير الكثير. وهذا نظام معاكس للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. فلذلك جاء الإسلام بتحريم الربا تحريماً قاطعاً، ولم يكتف بالتحريم بل جعله حرباً بين الله سبحانه وتعالى وبين آكليه وملابسيه. ونجد أن الإسلام قضى على الكثير الكثير مما كان في حياة الجاهلية، فقد قضى على كل منكر وكل فساد مما كان شائعاً في الحياة الجاهلية، قضى على الزنا، وقضى على معاقرة الخمر، وقضى على ما كان من حمية تؤدي إلى تقاتل بين الناس، قضى على ذلك كله، وشن حرباً لا هوادة
فيها على كل مفسدة من هذه المفاسد، ولكن مع ذلك لم يبالغ في التشديد عندما حارب تلكم المفاسد كما بالغ عندما حارب الربا، فإنه في محاربته للربا شدد تشديداً عظيماً، إذ جعل الربا حرباً بين العباد وبين الله سبحانه. وهذا لأن خطورة الربا تتغلغل في أعماق هذه الحياة وتتسرب إلى كل ناحية من نواحيها، تتسرب أولاً إلى العقيدة من حيث إن تعاطي الربا يؤدي إلى اعتبار الإنسان نفسه سيداً في هذه الأرض يتصرف فيها كما يشاء ولا يقيم وزناً لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يلتفت إلى جانب هذا الأمر. ومن أجل ذلك قال: أولئك الذين انغمسوا في هذا الأمر إنما البيع مثل الربا. ما هو الفارق بين البيع وبين الربا؟ كيف يحل البيع وكيف يحرم الربا مع أنهما متجانسان؟ وقد جاء الجواب القاطع في كتاب الله سبحانه عندما قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد جاء الجواب القاطع من حيث إن الإسلام يقيم نظرته إلى الأمور كلها على أساس أن الكون كما ذكرنا هو ملك الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون عبداً مطيعاً لله تعالى، وأن لا يعترض على الله في أمره، وأن لا يتدخل في شؤونه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. والربا الذي تفشى في أوساط الأمم الأخرى تسرب إلى المسلمين أيضا، ولكن قبل فترة من الزمن كان الربا الصريح لا يؤكل في أوساط المسلمين إلا قليلا بين الناس الذين انغمسوا انغماسا شديدا في الطمع، ولربما يكون ذلك فيما بينهم بطريقة خفية من أجل الاستحياء، لأن الإنسان يستحي في أوساط الناس أن ينسب إلى أكل الربا، وذلك بخلاف ما كان في الأمم الأخرى. وإنما كان المسلمون يتذرعون إلى الربا بطرق متعددة، ومن بينها بيوع الذرائع التي سميت بيوع العينة، ومن حيث إن بعض الفقهاء يقتصرون في نظرهم على القشور دون اللباب، ولا يتعمقون في فهم مقاصد الشريعة، سوغوا كثيرا من هذه البيوع. وكان من بين ذرائع أولئك لأكل الربا ما ذكره الإمام محمد عبده من بيع السبحة، وهذا أمر ما كنت أعرفه من قبل، وهو أن أحداً يأخذ من آخر 100 في مقابل 110، فيدفع إليه 100 ثم يبيعه سبحة 10 على أن تكون هذه 10 منسأة إلى مقدار كذا، عندما يرد إليه تلك 100 ثم هو بنفسه يرد السبحة إلى بايعها على طريق الهبة. وهذه من الحيل التي لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما حصل الاحتكاك بالعالم الخارجي وحصل ما حصل من انتقال بيوت الأموال الربوية إلى المجتمعات الإسلامية، شاع أكل الربا فيما بين المسلمين ولم يروا في ذلك حرجاً مع الأسف الشديد. وكان هذا انقلاباً خطيراً
ليس هو انقلابا في السلوك فحسب، بل هو انقلاب في المعايير والموازين. لأن الإسلام كما ذكرنا إنما يبني جميع تصوراته وجميع منهجه على أساس أن الإنسان عبد خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد شاع في أوساط الكثير الكثير من هؤلاء المحسوبين على الإسلام بأن سبب التقهقر عند المسلمين إنما هو تعففهم عن أكل الربا. فالأمم الغربية تقدمت وبنت حضارتها على أساس هذا النظام الرأسمالي، وهي التي استغلت استغلالاً خطيراً لأموال الناس. ولأجل هذا التعفف كان المسلمون يرون أن أهون الشرين أن يؤكلوا الربا وأن لا يأكلوه، فهم إن اقترضوا نفعوا الربا وإن أقرضوا لم يأخذوا الربا. بينما العالم الغربي يجمع الكثرة الكاثرة من الأموال، ولذلك حصل ما حصل من التقدم الصناعي ومن التقدم العمراني والتقدم في شتى مجالات الحضارة في عالم الغرب بسبب عدم تعفف الغرب من التعامل بالربا. وهذا أمر هو في الحقيقة في منتهى الخطورة، فإن الغرب الذي تقدم حسب رأي هؤلاء أفلس إفلاساً عظيماً في عالم الأخلاق والربا، لم يدع لهذا الغرب الآن باقية لا من حيث الأخلاق بل حتى من حيث الاقتصاد. وما حصل هنالك من تقدم إنما كان ذلك نتيجة جهد ونتيجة بذل ونتيجة عناية فائقة وتخطيط، بينما العالم الإسلامي أهمل نفسه. والدين يحث على التقدم ولا يدعو إلى التخلف. الدين يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوياء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولكن على أن تكون هذه القوة مبنية على أسس سليمة، أسس إيمانية. ولئن كان الإسلام حرم الربا، فهل حرم النهضة الصناعية؟ هل حرم النهضة الزراعية؟ هل حرم التجار بطرق الحلال؟ فكيف أفلت المسلمون زمام ذلك كله وكان في أيدي غيرهم ولم يكن في أيديهم؟ إنما سبب ذلك هو الإهمال الذي كان منهم. وتأثر الكثير الكثير من المسلمين مع الأسف الشديد بالدعايات الفاجرة التي تبث من قبل أولئكم المستفيدين من الربا، أولئك الذين يستغلون هذه الجماهير من حيث حاجتها ويمتصون دماءها وينهشون لحومها ويهشمون عظامها. تأثروا بدعايات أولئك، وأولئك بسبب تغلغلهم في القوى العالمية امتلكوا وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، فبثوا دعاياتهم في أوساط الناس بأنه ليس من الممكن بأي حال من الأحوال أن تكون نهضة إنسانية إلا بهذا النظام الربوي. مستمعي الأكارم، لهذه الآية المباركة، الآية 275 من سورة البقرة، بقية في تفسيرها سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم
لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.